أهلا بكم يا برج الميزان في التوقعات العاطفية من منتصف أكتوبر لنهاية الشهر. هنعمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله القراءة العاطفية للبرج الشمسي القمري الصاعد وكمان للفينوس، فأتمنى أن القراءة دي تكون مفيدة بالنسبة لكم إن شاء الله. فلو حضرتك كنت أول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بأنك تعمل سبسكرايب، كمان سواء أنت كنت مشترك أو لأ يشرفني انك تنضم معانا على السوشيال ميديا بتاعتنا اللي بتظهر امامكم على الشاشة. هتلاقوا كمان الروابط موجودة في صندوق الوصف، لاننا بنكون اكتف ومتفاعلين هناك في الاوقات اللي ما بينزلش فيها فيديوهات على القناة. هنا هيكون مشاعرك انت يا برج الميزان، مشاعر الشريك، وضع العلاقة دلوقتي، نواياه، خطوته القادمة، وهنا كارت للنصيحة. طاقتك انت يا برج الميزان السكس اوف كابس، انت ممكن تكون شخص مشهور، شخص بتحقق نجاحات دلوقتي، عامل انجازات كتير في حياتك، ليك اسم مسموع، حواليك جمهور وحواليك ناس كتير بتحييك، واخد بالك من نفسك، من مظهرك الخارجي، بتعمل حاجة لافت للانظار يعني، وحواليك ناس كتير بتدعمك وناس كتير بيحيوك وبيدولك كل الدعم. ممكن تكون انت تعبت في حاجة بقالك كتير ودلوقتي بتجني ثمار تعبك، او ثمار الحاجة اللي انت تعبت وبتشتغل فيها بقالك فترة طويلة يعني. فبشوفك ان انت مشغول في العمل اكتر شيء، وفي نجاحك وفي شهرتك. بشوف ان انت وراك شخص، ممكن تكون انت يعني بعدت عنه ونهيت الموضوع دلوقتي وموت الحكاية كلها. اعتقد في عند ما بينكم، مش بالظبط عند، زعل، في زعل ما بينكم، فانت قلت انا مش فاضي للزعل وللكلام ده، انا هبتدي اشوف انا ورايا ايه. فبشوف ان هو بيتفرج عليك كده من بعيد، وبيتفرج عليك وانت ناجح، وبيتمنى يعني انه يكون في فرصة تانية لعلاقتكم مع بعض، وهو شايفك ان انت يعني التوين فليم بتاعه، شايفك توأم الشعلة بتاعه، هو شايفك توأم الشعلة وشايف ان انتوا هترجعوا لبعض تاني. هو شايفك طبعا مشغول عنه، لكن هو مستني الوقت المناسب علشان انتوا ترجعوا لبعض. فدي الطاقة بشكل عام يعني. خلينا نشوف القراءة هتقول لنا ايه بالنسبة لك انت يا برج الميزان. زي ما قلت لك انت يعني شايف نفسك دلوقتي وشايف انه العلاقة دي مش وقتها يعني، انا ورايا انجازات تانية اعملها وورايا حاجات تانية اعملها، ومش فاضي لتضيع الوقت ومش فاضي للزعل. انتوا ممكن تكونوا زعلتوا من بعض فترة طويلة يعني، وهو سابك ومشي وكل الكلام ده، فانت قلت طب ما اشوف انا كمان انا ورايا ايه يعني، انا مش فاضي. بالظبط، انت قلبك اتكسر وفضلت فترة طويلة متعلق، فقلت لا انا مش هضيع وقتي، اقفل على الموضوع ده دلوقتي، خلينا نشوف مصالحنا ونشوف شغلنا ونشوف احنا ورانا ايه، مش فاضي انا لوجع القلب وللمشاكل دي كلها يعني. لأ انت شكلك استحملته كتير، مرة واتنين وتلاتة وعشرة، فقلت مش كل مرة كده يعني، فابتديت ان انت تبص للأمام وتنجح. وبالفعل انت بتنجح، انت هارد وركر وبتشتغل كتير وناجح في عملك. قررت ان انت تقفل بقى على العلاقة دي تماما دلوقتي. هو بشوفه مديلك ظهره ومشي، بس بيراقبك في نفس الوقت يعني. هو على قد ما هو خلاص ما بعد وكل الكلام ده، لكن هو لسه بيفكر فيك. لسه بيفكر فيك، وفي تواصل وتليباثنج عالي ما بينكم يعني. ثواني انا هوريك يا رب بس الاقي الكارت بسرعة، لان احنا لما بندور على الكارت مش بنلاقيه. كويس حتى ان انا سبت اهو الكارت ده، هو نفسه الكارت ده. فهنا لما بيمشي وبيسيب كل حاجة وراه، خلاص بيكون ادى ظهره للعلاقة دي ومشي وما بيبصش وراه. هنا هو نفس الكارت، لكن هنا بيبص على الماضي. فهو مشي، لكن هو لسه بيبص عليك ولسه متواصل معاك جدا يعني. وممكن يكون بيفكر ان هو يرجع لك تاني، لكن هو بقى واخد وقته يعني، ايه، مش مستعجل.
اعتقد ان انتوا علاقتكم كانت اون اوف، كنتوا بتضايقوا بعض فعلشان كده كل واحد بعد، يعني انتوا الاتنين زهقتوا وبالاكتر انت، فبشوف ان كل واحد دلوقتي شايف مصالحه وانت اكتر منه كمان، بشوف ان هو بيحاول يرسل لك طاقة او في تليباسنج ما بينكم او بيتواصل معاك بالروح، بس انا بشوفك انت ناجح اكتر منه. طيب خليني اشوف هو ناوي على ايه بالظبط. هو زعلان جامد قوي على فكرة، زعلان جدا، وهو شايفك ان انت نهيت الموضوع، ودي حاجة مزعلاه قوي، و هو مستنيك على فكرة ان انت اللي تاخد الخطوة وتكلمه، لانه هو زعلان وفي طاقة زعل بتنقلوها لبعض من خلال التليباسنج اللي ما بينكم، فهو زعلان. ممكن يكون بيفكر يصالحك برضو، لكن هو عايزها تيجي منك انت وعايزك انت اللي تكلمه، يعني هو مشي وعايزك انت اللي تكلمه. هو شخص غريب بصراحة، فأنا بعتذر طبعا لو صوت القطة طالع برا عشان أنا مش عاوزها تدخل، بعتذر لو كنتوا سامعينه عاملة إزعاج برا. بشوف إن هو زعلان جدا، وممكن يكون بيفكر يبعت لك طاقة فقط من خلال التليباسنج، يعني بشوف إن الطاقة الأقوى إن هو عايزك أنت اللي تكلمه، مش عاوز إن هو اللي يجيلك يعني، وإن هو زعلان جدا واخد على خاطره وشايل جواه يعني. طب ايه اللي هيحصل؟ خلينا نشوف. برضو اعتقد ان هو هيفضل بس ما بينكم تواصل روحي، وان هيفضل كل واحد مستني التاني. انت مشغول في عملك وفي شغلك ومكتفي بالتواصل الروحي، وهو مستنيك ان انت اللي تكلمه، ف بشوف بصراحة ان هو هيفضل تواصل روحي ما بينكم وهيفضل في طاقة زعل، فانصحك ان انت يعني تبطل تستقبل منه الطاقات الوحشة دي، اقطع الحبل الاثيري اللي ما بينكم، احمي طاقتك علشان توقف انت التواصل السام ده من عندك والموضوع يقل يعني، لان انا بشوف ان في زعل ما بينكم والزعل ده بيتنقل لكم برضو، فنصيحتك ان انت يعني توقف بقى، مش هتفضل انت تنقل له طاقة هو ينقل لك في طاقة وتفضلوا زعلانين من بعض، لازم حد منكم يقفل الدايرة دي اللي انتوا عمالين تلفوا فيها، غالبا هو مش هيقفلها، فاقفلها انت بقى من ناحيتك علشان تبتدوا ان انتوا تهدوا وتلاقوا حلول للمشكلة اللي ما بينكم دي، لان انا بشوف انه هيفضل بس تواصل سام ما بينكم، فعلشان يبقى في خطوة ايجابية بعد كده اول حاجة لازم نعملها اننا نوقف التواصل ده، وانت كده كده اصلا مشغول في شغلك وممكن تكون مش فاضيله دلوقتي، لكن برضو ده ما يمنعش ان انت توقف التواصل السام اللي ما بينكم. خليني برضو اخد لكم كارت من كروت الملايكة واشوف هينصحوكم بايه بالظبط. هنا بيقول لك peaceful resolution، حاول بقى ان انت توصل لحل سلمي، مش هتبقى انت زعلان منه وهو زعلان منك ونفضل بقى واقفين كده محلك سر، حاول ان انت ما تشيلش منه، حاول ان انت تقطع التواصل السام ده وتبعت له في طاقة سلام وفي طاقة حب علشان يكون في حل سلمي، كتر المشاحنات دي مش هيحل اي مشكلة يعني. اوكي خليني برضو اخد كارت من هنا. احنا طلع معانا ابراج، في برج العقرب، برج العذراء، برج الجوزاء، الحوت، الجوزاء تاني، العقرب تاني، الاسد، في برج الدلو اكتر من مرة. طبعا كل الطاقات موجودة يعني، كل الطاقات، كل الطاقات. هنا بيقول لك ان الشفاء الحقيقي بيحدث لما انت بتسمح لنفسك انك تشعر انك مفكك من كل القيود دي،
فحاول بقى ان انت توقف في الدايرة دي، ما تحطش نفسك في قيد، لا انا زعلان، لا هو اللي لازم يصالحني، معرفش ايه، وتفضلوا انتوا تلفوا حوالين بعض، لا هو اللي يكلمني، لا انا اللي اكلمه. اقفل الدايرة دي من عندك، اوقف انت التواصل واعمل شفائك لوحدك، مالكش دعوة بيه بقى، هو يعمل شفاء ما يعملش شفاء، معرفش، سيبه، المهم انت اعمل شفائك انت وابدأ انت، ولما تبدأ انت ده هينعكس عليه. ففك نفسك من القيود دي ومن الافكار السلبية دي. خليني برضو اخد لكم كارت من هنا. سبيرينج، كل رغباتك هتقدر ان انت تجذبها لنفسك من خلال الزهور ومن خلال التأمل في الزهور واستنشاق ريحتها. فاعمل مديتيشن واعمل شفاء وابعت له طاقة حب وطاقة سلام، اعمل انت شفائك لنفسك وملكش دعوة بيه، وهو يعمل شفائه لوحده ويعمل اللي هو عايزه. انا بصراحة بشوف ان هو مشي وعايزك انت اللي ترجع له، ممكن برضو يكون هو عنده حتة نرجسية يعني، فسيبه بقى، ما تجريش انت وراه، سيبه يجي وقت ما هو عايز، اعمل انت شفائك وملكش دعوة بيه. فدي كانت قراءتكم يا برج الميزان، اتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.